24 عندك، هنحل صفحة 24 على المضارع البسيط. Number one. On Saturdays، في أيام السبت. I always، أنا دايما. Up at 11 o'clock، بصحى الساعة 11. I always إيه ده؟ ليه؟ عشان في أي. لا ثواني، هو انا قلت ظروف التكرار هتيجي بعد الفاعل، الفاعل عندنا اي اولويز، اي بياخد الفعل ايه؟ مصدر، يبقى اي اولويز جيت اب، انا دايما بقوم. جيت اب ماشي، ام واز وار دي هتيجي بعد الفاعل على طول. طب نمبر 2، مريم اوفن، مريم غالبا. تي في ان بيد، انا عايزه اقول انها بتتفرج على التي في. مريم أني واحدة watches، أوكي عشان مريم مفرد هتاخد اس. بعد كده 3 I my homework before I have my dinner، كده أنا بعمل واجبي قبل ما اتعشى. أني واحدة usually do، يبقى I هي الفاعل و usually ظرف من ظروف التكرار وبعديها الفعل على طول. أوكي number 4، ده سؤال. You live in a block of flats or somewhere else، فأنا بقول له هل أنت عايش في شقة ولا في مكان تاني؟ do، أنا بسأل بدو عشان الفاعل you. أوكي 5، the sun in the east، أنا عايز أقول إنها بتشرق. ما هي نمبر تي، الفعل آخره إس عادي. Number 6، he a sport score. Ever drives، مش بيسوق عربيات رياضية. اوكي never، طب تعال بس نفصصها. he don't drive مش هينفع عشان he بتاخد النفي doesn't. اوكي drives never مش هتنفع لان لازم never هي اللي قبل الفعل. اوكي طيب aren't driving مش هينفع عشان ده مضارع بسيط مش مضارع مستمر، يبقى هي number C never drives عشان الفاعل هي وبعد كده لازم never ظرف من ظروف التكرار والفعل عادي. اوكي طيب never هنا بتنفي الجملة كأنها don't او doesn't، بس بعد don't او doesn't لازم الفعل يبقى مصدر، لكن never ممكن بعديها الفعل اس على حسب الفعل. اوكي 7، how often، كم عدد المرات، انا بسال بيها لما اقول كم مره انا هعمل الفعل ده. how often do you dinner، وهو جايبها ايه؟ once a week، مره في الاسبوع. انا هاخد الفعل مصدر عشان السؤال في do. طيب 8، ready for the exam، yes I am، والله هو مجاوب yes I am والإجابة اللي فيها I am بتتحول تلقائي لي are you، are you ready، انت مستعد للإجزام. طيب number 9، she speaks English well، she needs more practice، هي عايزة تتدرب أكتر، يبقى معنى كده انها ما بتتكلمش إنجليزي كويس، يبقى انا هنفي بنيفر. برافو عليك، ما خدتش doesn't ليه يا ترى؟ عشان الفعل فيه اس. ماشي 10، how do you go to school 5 times a week، often. يبقى how often انا بسأل على عدد المرات. اوكي correct، نيجي بقى على التصحيح. number 1، my dad and I، بابا وانا. I play sometimes chess، احيانا بنلعب الشطرنج. ايه انا متلخبطه، مش ده الفاعل my dad and I، احنا فاعل كده بمعنى وي، تمام؟ اللي هيجي، اللي هيجي الاول اللي هو sometime هنحطه وبعدين play، يبقى احنا بنبدل لان لازم ظروف التكرار تيجي قبل الفعل، يبقى sometimes play. طيب number 2، حمدي not drink، not drink انا كده عايزه انفي الفعل،
كوفي فور بريكفاست. فانا هنفي الفعل ازاي؟ حمدي مفرد فانا هحط doesn't drink. doesn't drink انا مش عارفه مش اكيد مش عارف اكتب بالبتاع اللي انا عاملاه ده doesn't دي اي كملوها بقى اكتبوا doesn't drink. طيب بعد كده number 3 never tell the trust. انا بقول ابدا ما تقولش الحقيقه، لا بقول له دايما قول الحقيقه، يبقى always. يبقى هنا هنحط always طبعا الايه هتبقى capital. طيب number 4 what you do to have fun. طب انا هشقلب فهي تكون السؤال اداه الاستفهام what وبعدين ايه do، فاحنا هنحط do الاول وبعدين you. what do you what do you do to have fun. تمام يعني هنا do you do فاهم what do you do عشان دو هو الفعل الأصلي. تمام بعد كده number 5 علي never كم غلط. يبقى أنا هحط اس عشان علي مفرد ماشي. number 6 وين غلط does يوسف go to school by bus بالأتوبيس. يبقى أنا بقوله ازاي how، يبقى هنا هنحط how ماشي. بقى number 7 how often وليد visit his uncle. طيب ده سؤال ناقص فعل مساعد how often وليد هياخد دو ولا does. يبقى how often does وليد visit his uncle، يبقى هنا does. اخر واحدة سلمى play غلط، سلمى play tennis والإجابة no she doesn't، يبقى أنا هسأل بإيه؟ ده الإجابة فيها doesn't، يبقى أنا هسأل بdoes. does سلمى play tennis، يبقى هنا هحط does. بس كده خلاص، دي كده إيه الحاجات بتاعت present simple.